صباح الخير البنات، كي صبحتوا لاباس عليكم؟ نكملوا الفيديو ديالنا. البارح مشيت درت المساج كيف قلت لكم، مساج زوين. اول مره غنمشي عندهم، راجلي اللي مشى عندهم وقالها ليا ومشيت انا نجرب. تدير لكم اول حاجه قبل ما انا دابا غندير قهوه، غنوريكم القهوه اللي تنستعملوا في الدار. هادي زويونه، ما قاصحه، ما يعني سموت زوينه. 100 هادي هي اللي تنديرو في الدار باش يعني اللي تيسول على القهوه ولا شي حاجه. هادي زوينه، هادي اللي تنديرو ديما. قلت لكم على نقول لكم على الثمن ديال المساج اللي درت البارح. درت البارح بقى ما شربتش القهوه. $45 باش ديروا المساج فور 1 اور، البادي كله بلا حوايج. تطلبوا نتومايا، تطلبوا نتوما، نقول لهم انا بغيت مراه اللي دير لي المساج، فهمتوني؟ يعني ماشي اي واحد غادي يدير لكم المساج. انا غادي ندير جوج ديال السبون هنا ديال القهوه في هادي الكاس واحد. ايوا، وديك الساعه تعطيوها تيبس، ضروري من التيبس هنايا في هاد البلاد، تعطيها $10 ولا داكشي اللي سخاك الله. انا تندير تنزيد قريفه، ضروري من القرفه تنديرها في قهوتي، لانه انا ما تنديرش مسح هادي، لانه انا ما تنديرش سكر. غادي نخلطها بهاد لويد هادي. تدير لكم هذوك الحجيرات سخان في الطهر ديالكم، تتماصي لكم مزيان، تسولكم واش بغيتو مساج يعني واعر ولا خفيف. تتماصي لكم كلشي ساعه في الروم ديالكم بوحدكم، موسيقى، وتدير لكم شي زيت باش تدهن لكم داكشي. يعني انا عجبني، ما بغيتش نصور لانه ممنوع هنايا تصور بلا ما تقول حتى شي واحد. غادي تخلص لهم داك البيزنس ديالهم كله، يعني ممنوع ممنوع ممنوع. خصك تسول الناس وتاخد الاذن ديالهم باش تصور لهم الوجوه ديالهم او تصور لهم اماكن البيزنس ديالهم. اوكي، انا غادي ندير قهوتي هنا. اوكي، هادشي اللي بغيت نقول لكم البنات اللي مهتمات وساكنات في كولورادو، اورورا او دينفر، وباغي الادرس ديال هاد المساج قولوها ليا، نعطيكم الادرس ديالهم. مزيانين، هادشي اللي كاين. دابا غادي ندير قهوه، غادي نخوي الماء هنايا. انا ما تنشربش اكسبريسو، اكسبريسو كنت نشربها مي تخرج لك على المعده، قلت لك انت تشربيها يوميا، من الاحسن تشربي قهوه هكا برو كوفي، اتس بيتر ذان ذا اكسبريسو. واخا اكسبريسو تزيدي عليها ديري لاتاي مع الحليب وداكشي، انا ما تنصحش بها عن تجربة. لا هذا تنديرو هنا، يس هذا ما شربش قهوة. اوكي، دابا غادي نديرو هذا ونخدمو القهوة ديالنا، خدمها. وغادي دابا حيت مع الدايت ديالي مع الريجيم اللي انا متبعة اللي غادي نهضر لكم عليه اليوم، غادي ندير غادي ندير سكيم ميلك، هو اللي غادي نديرو ضروري ما نديرو باش ما نشربش قهوه كحله، لانه ممنوع دير هاف ان هاف او صوي او الماند او كوكونات. يعني تدير سكيم ميلك، انا ما تنبغيش هاد سكيم ميلك، يعني لكن ضروري في هاد الدايت هذا غديرو سكيم ميلك باش ديروه مع قهوه. نوريكم انا دايره هاد البليصه هادي، دايره هاد، شفتو دايره هاد البليصه هادي،
ديال القهوه دايره فيها كلشي وحاطه فيها كلشي هنايا، دايره فيها اتاي ودايره فيها الفانيلا ودايره فيها الشوغر ودايره فيها هكا البار هذا رايس بارز، هادو تما مزيانين للدايت كنا متناكلهمش دابا، ودايره فيها يعني الكيسان وكلشي هنا بلاصه ديال القهوه. اوكي ودابا غادي ندير قهوتي، ومن بعد فاش غادي تقطر هاد القهوه هادي ماشي اكسبريسو، ها قهوه عاديه غندير عليها سكيم وغادي نديرها في الميكروويف، غادي ندير لها شي 70 سكن لانه تنبغي القهوه سخونه، ومن بعد غادي نتلاقاو باش نفطروا. اوكي دابا يا وجدت قهوتي ها هي، باش غادي نفطر اليوم غادي نفطر بستروبيريز. ف هاد الدايت هذا بديتو، هذا هو الاسبوع الخامس والاسبوع الاخير، ما بغيتش نبدا معاكم تنجربو ونشوف النتيجه ديالو. هذا الرجيم هو ديال رضوى الشربيني المذيعة مقدمة برنامج هي وبس في القناة المصرية، هي اللي جربت هذا الرجيم هذا مع دكتور وخدات ولقات عليه نتائج والناس طلبوها، هي جرباته معاهم. اللي غينجح معاه هو هذاك، اللي ما غينجحش معاه هو هذاك، لانه كل واحد والجسم ديالو. انا مصافقه معاها لانه فاش تبغي دير دايت تكون يعني عندك واحد الوزن كبير، ماشي الدايت ديالي انا هو الدايت اللي غيجي معاك، تتمشي عند طبيب نوتريشن هو اللي يشوف لك تدير لك تحاليل وداكشي وتشوف لك الدايت اللي تليق معاك. انا بطبعي تنجرب جميع الريجيمات. مشيت اول حاجه فاش كنت غليظه فاش جيت لامريكا وغلاضيت، من بعد نهضروا على الموضوع هذا، تجي لامريكا تتغلاض 99% ديال الناس تيجيو تيغلاضوا لانهم تيكونوش عارفين نوع الاكل اللي كاين هنا في هذه البلاد. هذا غلاضيت، من بعد فاش بغيت نضعف مشيت عند النوتريشن تبعت معايا ضعفيت مزيان الحمد لله، عرفت اشنو خصني ناكل شنو ما خصنيش ناكل. من بعد بديت نغلاض نضعف نغلاض نضعف، تبعت صيام المتقطع حتى هو مزيان تشوف القناه، تبعت بزاف الريجيمات. من بعد الميزان ديالي وقف، ما بقاش باغي يتحرك، تنحس براسي ضعيفه ولكن الميزان الرقم في الميزان ما بغاش يتحرك. بون فاش شفت انايا الدايت ديالها وتنشوف الناس ضعافو قلت اوكي نجرب. جربت دابا في الاسبوع الخامس، ما بغيتش نديرو في القناه تنجربو عليا انا. دابا كان عندي 165 فاش بديت هاد الدايت هذا، ناو اليوم 149، يعني ميزان هبط، شفت الرقم هبط الحمد لله فرحت. اول حاجه تنوزنو تنمشيو للميزان قبل ما ناكلو في الصباح فاش تنفيقو، تنمشيو للحمام او قبل من الحمام وتنتعبرو بشي يعني بشي لبسه ولا بشي حاجه خفيفه اللي تنتعبرو بها يوميا، تنتعبرو قبل ما نفطرو، هذا هو العبار الصحيح. مورا تتاكلو داكشي وما تحسبيش الرقم تتشوفيه قبل ما تفطري. اول حاجه ثانيا نهضر لكم على هذا الريجيم هذا. اول حاجه اللي بغات تتبع هذا الريجيم تمشي دير في يوتيوب هي وبس او رضوى الشربيني وغتلقى الاسبوع الاول الثاني الثالث الرابع. انصح بهذا الرجيم للناس اللي مراض بالسكر او بالقلب او عندهم شي مرض او المرضعه او الحامله، نيفر ما ديرش هذا الرجيم لانه صعيب. اللي بغى يدير الرجيم اللي مراض يمشيو يشوفوا الطبيب ديالهم، هذا الناس اللي عاديين. اول حاجه الرجيم قاصح، كاين لوك باش يخليناش نهضروا، كاين الاسبوع الاول ماشي بحال الاسبوع الثاني، يعني مختلف في الاكل. الا بغيتو تمشيو تشوفوا
رضوى الشربيني اشنو تدير في الاسابيع ديالها. اوكي بغيتوني انا ندير لكم فيديو اشنو كليت في هذه الاسابيع، هذا على الراس والعين ماشي مشكل. هذا الاسبوع الخامس اليوم في الفطور غادي ناخذ قهوه مع سكيم ميلك، لا سكر لا حتى شي حاجه تندير فيها انا قريفه ديما. تتاخذوا الفروت، غتاخدي حدا بقى، انا خديت ستروبيري، تاخدي نوع واحد تختاري، اما الليمون اما التفاح اما الفريز اما الاجاز يعني البعويد، ما تاخدوش البنان ولا شي فروت بحال دابا العناب او البطيخ نو. هنا انا خديت 10 الفريزات في الصباح، في العشاء غادي ناخد 10 الفريزات. خديتي 20، تقدر تاخدي 20، تقدر تاخدي 20 فريزة في الصباح 20 فريزة في العشاء. دابا انا خديت 10 في العشاء، غادي ناخد 10 وقهوة فقط، لا خبز لا حتى شي حاجة، ما تذوقيش الخبز ما تذوقيش نهائيا. غدا الثلاث ان شاء الله اليوم الثاني في الاسبوع الخامس غادي ناخد 5 الفريزات، يعني نصف العدد 5 الفريزات مع قهوه، وفي العشاء ناخد 5 الفريزات. القهوه مسموح لك تاخذي 2 كيسان في النهار، او تاخذي كاس اتاي او كاس قهوه بلا سكر. هذا هو الاسبوع الخامس والاخير. في الغداء انا نوريكم اشنو غادي نطيب في الغداء. هذا ما غتفهموش هذا الشيء، لانه خصكم تمشيو للقناه ديالها يعني فين تكتبوا رضوى الشربيني وغتشوفوا، او لو بغيتو ندير لكم فيديو ندير لكم انواع الاكل لانه مختلف كل اسبوع اشنو تتاكل. هو قاسي ولكن تتشوفي النتيجه. 3 الاسابيع الاولى ما تيبانش لك بزاف الرقم، ولكن في الاسبوع والاسبوع الاخر ديال الثالث الاسبوع الرابع تبدا الرقم تينزل بواحد الصوره ملحوظه. انا عجبني هذا الريجيم الحمد لله انا مشيت عليه. نشوف هذا الاسبوع الخامس الاخر شحال غادي ينزل ونقولها لكم. من بعد فاش غنكملها انا هذا الشيء غادي نمشي تثبيت الوزن. تثبيت الوزن غندير عليه فيديو باش نشوفه فاش نقصوا في الريجيم، فاش يعني فاش نضعفوا وتنديروا الريجيم. ما عنديش الريجيم غنديروا في حياتنا كله، غادي نحيدو الريجيم كيفاش غنديرو تثبيت الوزن في حياتنا كلها باش نبقاو في. الا بغيتي تكوني في 140 باوند غتبقاي، الا بغيتي تكوني 150 غتبقاي، يعني تثبيت الوزن. طولت عليكم ولكن خصني نشرح ليكم لانه انا تندير فيديوهات باش تستافدوا. دابا انا غادي نفطر ومن بعد غادي نقول لكم اشنو غادي ندير في الغداء في اليوم الاول من الاسبوع الخامس. دابا البنات بعد ما فطرت مشيت اول حاجه الماكينه ديال الماعن، كان راجل البارح في الليل دارهم جهم حيدتهم رجعتهم بلاصتهم. نقيت عليا بابو حيت الماعن ديال الفطور هي باش نجي انا باش نخدم. خديت صدور دجاج خديتهم، درت لهم شويه الحامض وشويه الملحه، خليتهم مرقدين. هما اللي غادي ندير ليا هاد الايام هادي ديال الريجيم 3 جوغ. اوكي 3 جوغ ديال الريجيم لانه تيكون عندك 3 ايام دايت و 3 ايام اخرى الريجيم مختلف. اوكي دابا شنو خديت انا؟ خديت خليت هذاك صدور الدجاج مرقدين في الحامض والملحه، خديت الخضره، خديت هنايا كسكاس وخديت الخضره، خديت خيزو بيبي كاروت، خديت فلفلة حمراء، خديت البروكلي، خديت شيفلور، وخديت شوية التومة هكا صحاح، وغادي نديرهم يتبخرو. صافي هادو كلهم غادي نديرهم في الكسكاس يتبخرو. غادي ندير عليهم شوية مليحة، شوية البزار، غادي ندير عليهم شوية زعتر يابس، غادي ندير عليهم شوية بابريكا، غادي ندير عليهم شوية المعدنوس يابس. ديروا اي حاجه باش تجيكم لذيذ. غادي ندير خيزو هو الاولاني، هادو انا تنديرهم فاش نكون جالسه وتنديرهم في الثلاجه. الا كنتو جالسين في الدار تقدروا ديروا هاد ديروا لكم شويه كل نهار طيبوا لكم شويه. انا تندير ليا ديال غادي ندير هكذا عشوائي، تحطي هكا وتديرو تغطيوه بلوطه ديال الكسكاس وتخليوه يتبخر حتى يتبخر مزيان
صافي تاكلوه. ممكن ديروا سلطه، حتى هي ديروا شويه الخيار، شويه الخس، شويه مطيشه، ما تكثروش مطيشه بزاف، ودير شويه البزار، شويه الملح، شويه الحامض، شويه زيت العود، قطيره زيت العود. هذا هي، هذا بغيتش دير فيه الزيت نهائيا، وديروها حتى هي تاكلوها. ولكن انا اش غادي ندير؟ صدر الدجاج مع الخضره، بارك عليا الا كملت هذا الشيء. يعني فاش تبداو هذا الريجيم، الحاجه اللي زوينه هو المعده ديالكم تاع الصغار، ما تبقاوش تقدروا تاكلوا بزاف، لانه نهار السابع يعني نهار الاحد في الغداء تيكون عندكم فري لانش، يعني تقدروا تاكلوا اي حاجه حلوه، برجر، تخرجوا الزن، يعني تخرجوا تاكلوا على برا. البارح حنايا كلينا على برا، جبنا الماكله للدار، الماكله ديال الزنقه جبناها للدار. خديت المنيو ديالي، كليت منه النص، ما قدرش نكمله لانه صافي المعده ديالتي صغار، ما قدرتش ناكل. يعني مزيانه هذيك. اوكي دابا يا ها هويا غادي نديرو مليحه هنا، شويه الملح. انا عندي بينك صوت، عم درتهاش ديك الملحه الغوز، شويه بزار، شويه اسميه، ديريش بزاف. ديك بينك صوت هي زوينه، غادي ندير شويه. عندي هذيك العطريه اللي تنشري من عند الهنود، ولكن بغيت هاد العطريه هادي نحيدها فاش ما تقدامش. ومن بعد هاد تاخذوهم هادو تعمروهم. غادي ناخد شويه بابريكا، يديروا فيها شويه الحار فاش تجيكم بنينه. هادي مازال ما تحلات، خلينا من بعد نحلها. وغادي ناخد شويه الربيع هكا كارم، كان عندكم فريش ديرو، انا عندي فريش ما بيان ندير هادي. اوكي صافي، وغادي تغطيوها تخليوها تبخر يعني طيب الخضره. ومن بعد غادي نتلاقاو باش نوريكم التتبيله اللي غادي ندير في الدجاج. غادي نصوبو الدجاج بعد ما رقدتو في الحامض والملحه، غسلتو، درت جوج ورقات ناموسة، حكيت شوية ثومة، ندير الأخرى، ندير شوية ثومة، يعني تتبلوه باش يجيكم شوية بنين، لأنه أنا غادي نديرو في الفران. صافي، درت شوية ثومة، ثومة على حسب الذوق. دابا درت الثومه، درت وقا سيدنا موسى، غادي ندير شويه الكمون، بص اوكي، يعني ديروا التتبيله اللي بغيتو باش يجيكم بنين. غادي ندير شويه البزار، يا شويه، غادي ندير الملحه، غادي تتهبطش بزاف. غادي ندير شويه بابريكا، اوكي، غادي ندير واحد شحال شويه زيت جوز الهند، كوكونات اويل، تدير واحد القطره ديال زيت العود، انا درت كوكونات اويل تبارد، واحد شويه، اوكي. درت غادي ندير سكنجبير، ديال الدجاج، اوكي، غادي ندير شويه القزبر يابس، مزيان حتى هو القزبر يابس، نديرو انا بزاف الحوايج، اوكي. وغادي ندير شويه الزعتر، بقيت انا عندي الزعتر هكذا اورغانيك، غادي نديرو هكذا نلوحو في الدجاج. مكانش عندكم ديرو دراي، داك هذا دراي، ولكن هكا ديرو دراي هكذا احسن. وديرو هذا، نسيت شويه الكركم، غادي ندير شويه الكركمه،
حقكم البلدي حتى هو غنديرو. وعندي صدور الدجاج بحال دابا هي غادي ناخذها طريف واحد في الغداء في النهار، هذا بزاف، ولكن وهما في الريجيم تقدر تاكل الحوت او الدجاج او اللحم يكون فيه ما يكونش فيه اللحم يكونش فيه الشحمه. غادي ندير لهم هكا باش تدخل فيهم الطياب. غادي نزيد شويه الماء باش هاد الخليط هاد اللقامه هادي تدخل ليا مزيان. تقدروا ديروا شويه العصير الحامض الا بغيتوا صافي. وغادي ندير لهم هاد الشيء ونخليهم يترقدوا مزيان، ومن بعد غادي نديرها نديرهم في لاطا ونديرهم في الفران. بغيتوا تبخروهم بخروهم تسلقوهم سلقوهم، لكن السلق ما تيجيش بنين. غادي نديرهم في الفران احسن صافي. ومن بعد راه تاخذوا واحد في الغداء تديروا الحوت اللحم دجاج او تونا فيش او البيض مسلوق، هذو كلهم بروتينات تقدروا تغداو بهم. غادي ناخذ شويه الماء غادي نخلط هذا الشيء وغادي نرقدو مزيان ونغطيه نديرو في الثلاجه ونخليه. دابا هي الخضره ديالي الخضره ديالتي تتبخر صافي. وغادي ندير ليها هكذا هذا الريجيم هذا تخليك تاكلي الخضره ضروري والفروت، يعني ضروري في الغداء غتاكلي اما ديري سالاد او ديري الخضره هكذا مبخره، ولا بغيتي ديريها في الفران ديريها، او تاكليهم بجوج، تاكلي يعني سالاد وتاكلي الخضره بجوج وهم تاكليهم. هذا هو اللي مزيان لانه انا ما كنش ناكل الخضره. صدور الدجاج ممنوع تاكلوا الفخوده، الفخوده ديال الدجاج ضروري الصدر فقط. نرقدهم انا كثرت شويه الماء كان ماشي مشكل. نديروهم نخليهم عندهم في الفران. واليوم النهار ديالي لان في وسط السيمانه صبنت الحوايج كلهم اللي مسخين وطويتهم ورجعتهم بلاصتهم. دابا هي فاش انا جالسه اوف ما خداماش غادي ناخذ الفراشات الفراش ديالي والفراش يعني ديال الناموسيه وداكشي والفراش ديال ما اللي نصب اليوم باش تنظموا الوقت ديالكم الا كنتو خدامات. بو دابا غادي نخليهم غادي نمشي نحيد هذوك الفراشات نخلو نديرهم يتصبنوا ومن بعد نتلاقاو باش نشوفوا هذا الشيء كيفاش جا. البنات دابا يا كنت معوله باش نصبن الفراشات ديال النوامس، ما يبان ليا شويه الجو زوين الشميشه. كنت غادي نصبن عندي الزرابي كلهم مسخين من الصف حطيتهم برا في الجرده مازال ما كتابش باش غادي نصبنهم. ها حطيت الزرابي، يعني الزرابي تقريبا ديال الدار كلهم عندي مسخين الا الزربيه ديال الصالون المغربي هي اللي نقيه. غنصبن انا بالماء والشامبو. انا خديت هذا الشامبو هذا نقول لكم هذا يعني اي شامبو خدي. انا خديت شامبو رخيص من دالر تري هذا كنخلطو مع الماء هو اللي باش نصبن الزربيه تبقى رطبه. وتنصبنها كيفاش نديرو في المغرب سندارت الميكا صافي. ومن بعد غادي نشفها وهاد الكراطه ها هي حتى هي فاش نشلل تنديرها. هاي الكراطه جبت معايا الكراطه هادي من المغرب والعصا خديتها هنايا ديال الشطابه. ايوا صافي انايا دابا يا بديت البروغرام. انا دابا يا كنصبر زرابي نخليهم ينشفوا وهادشي اللي كاين خليت شوف الفران. تعاوني راجلي وراجلي حتى هو مشى دار هذوك الفراشات ديال بيوت الناس اللي قلت لكم ما غنديرهمش اليوم، مشى هو دارهم بيتصبنوا. بو هكذا تعاوننا حنا جالسين اليوم اوف بجوج
ايوا هادشي اللي كاين، باش نكمل زرابيه ما حدش ميشا كاينه، ونرجع باش نحط الغداء وتشوفوا بنات. بعد ما غسلت هذوك الزرابي كلهم، ساليت، لعب شويه بالماء، البنات اللي هنا في امريكا تي ولا في يعني خارج المغرب تي توحشوا هذاك التسياق بالكراطه وداك الماء وداك الشيء ديال المغرب، مرات تتاح لينا الفرصه عني راجلي، وكانت كان الجو مازال زوين. غسلتهم خليتهم ينشفوا تقريبا، ياخذوا شي وان ويك باش الله ينشفوا مع الشميشه شويه قليله. بعد جا وقت الغداء ديالي، انتم شوفوا الخضيره كي جات دغيا طابت، الدجاج ها هو خديت قطعه وحده قطعتها بحال هكذا ودرت شويه الخيار هنايا، صافي هذا هو الغداء ديالي. ممكن تاكل يعني بيتوين البريكفاست اللانش، تاخذ شويه اللوز هكذا ما فيه لا ملح لا والو، ولا قرقاع. مي انا بقيت نشربها في الماء، ما كليت حتى شي حاجه مع الشغار وداكشي، ما كانش عندي الوقت. دابا جيت ناكل الغداء ديالي، ومن بعد في العشيه نقدر ناخذ شي ندير شي اتاي مغربي وندير شويه اللوز هكذا في السناك، وفي العشاء هكذا كنا مع السبعه تناكل. انا غادي ناخذ عاود ستروبيريز، غناخذ 10 ناكلهم، والماء الماء 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 على طول النهار. الرياضه تقدروا ديروا لا مارش او ديروا شويه لا بغيتوا تمشيوا لاسال، او ديروا الرقص. الرقص حتى هو تدخلوا ديروا شي كاسه ديال الشعبي وتشطحوا هذيك، منها تفرحوا، ومنها يعني تطيحوا الوزن هذاك. انا مره تندير الرقص، ما عنديش الوقت باش ندير الرياضه، مره ندير الرقص مره يعني. في هذا الريجيم هذا ما درتش الرياضه بزاف، والحمد لله انا غاده تنضعف. حبيباتي خواتاتي، يعني تنتمنى هذا الفيديو هذا يعجبكم. دابا يعني درت معكم البارح في الليل واليوم في الصباح العشيه غنمشي نرتاح. ما بينش لكم الغداء ديال ولدي وراجلي، لانه راجلي هو اللي غيتكلف بالغداء ديالهم، انا فقط درت الغداء ديالي. نتمنى هذا الفيديو هذا الا عجبكم تقاسموه مع العائله ومع الصحاب ديالكم. مرحبا بالناس الجداد، وبوسه كبيره الناس القدام اللي بداو معايا القناه من نهار الاول. اي اسئله مرحبا، الا قدرت نجاوب ولا قدرت ندير الفيديو على الاسئله ديالكم. تنتمنى القناه ديالي تكون مفيده لكم، نحاول على قد المستطاع مع الخدمه انني ندير لكم فيديوهات وتستافدوا منهم. تنتمنى انكم تستافدوا، بينت لكم الريجيم، بينت لكم انني صبنت زرابي، انني هكذا جمعت الدار. تحفيزي يعني في فيديو تحفيزي باش الناس اللي هكذا معجزه وما قادراش، والله يحسن العوان مع الوليدات ومع تماره ما قادراش تنوض تشوفني وتا هي دير بحال هكذا. مره تنديروا يعني شويه الجهد فوق الجهد وتنوضوا نجمعوا الدار، مره تنخليوها كلها مرونه وتنمشيو نتكاو، لانه الراحه ديالك هي كل شيء. ارتاحي، والوقت اللي تكون عندك الطاقه تمشي تجمعي دارك. بوسه كبيره لكم، ونتمنى الفيديو هذا يعجبكم، والى فيديو اخر مرحبا باسئلتكم، مرحبا بانتقاداتكم، مرحبا باي حاجه باش هاد القناه تمشي للقدام ان شاء الله. باي باي، وبوسه كبيره لكم.